90% ثلاث نقاط. الدقيقة رقم 89 من عمر اللقاء، الظهور من بولندي الدولي لوكاس تيودروتشيك برأسية كما فعلها في ستوندر ليج، ظهر برأسية في مرمى لوكرين عشان يعلن عن هدف التقدم، يعلن عن هدف التصدر لقمة الدوري. أوه يا سلام يا سلام يا سلام يا موبوجي، كارا موبوجي، عرضية ايه، حلاوة ايه، وجمال ايه، وارتقاء برأسية. هو بيدور على ديا، هرب من المدافعين، وجه برأسه وحط الكرة الى داخل الشباك.